فكره الماركتنج كامب ببساطه جدا ان يعني احنا بنحاول نجمع كل الماركتيرز والبزنس اونرز في مكان يقدروا ان هم يشيروا النولج بتاعتهم، يبقى في نتوركينجز، يقدروا يطلعوا بديلز او كوميونيكيشنز ما بينهم وبين بعض، وفي نفس الوقت بنقدم لهم الابديتس في كل المجالات اللي علاقه بالماركتنج والبزنس ديفلوبمنتس في المجالات المختلفه. سعيد بوجودي النهارده في النيل ما بين الاقصر واسوان. فكره هايله ان احنا نجمع بين التريننج والديفلوبمنت والفن، ان احنا نستمتع بالوقت وفي نفس الوقت نتعلم ونسمع الناس المتخصصه. النهارده في NMA مع الادفنتشر الاخيره للاقصر واسوان. فكره بالنسبه لي كرييتيف، نخرج بره اطار الشغل والايفنتس التقليديه. اعتقد انتم شايفين حواليا وورايا النيل، احنا قاعدين في الكروز نايل كروز، نزلنا حضرنا ايفنتس ثقافية، شفنا معابد، عملنا نتوركينج، حضرنا سيشنز عن الماركتينج وعن الميتا وعن التكنولوجي وعن الريموت وركينج، وعايز اطلع معاهم بقيه الكامبس كلها. انا سامع ان في افكار كمان مور كرييتيف اكتر واماكن هنروحها بشكل احسن يعني. فانا بدعو اي حد ان هو بيتفرج على الفيديو ان هو يشاركنا في الكامبس الجايه. نرمين النمر فاوندر للحريفه بلاتفورم، وعمر حنفي فاوندر لبزنس كينيكس اند قهوه بزنس، علاء حسن الله مستشار العلاقات والاتصال بمجموعه دريم مشرق، احمد صبري فاوندر شركات في مجال الديجيتال ماركتنج، دكتور وليد الاتريبي واحد من الكو فاوندرز لاكاديميه MMA مسؤوله عن الماركتنج كامب اللي احنا فيه. ان شاء الله قريب جدا هننزل في الفيرجن الجديده وذن وقت قريب، فيا ريت تنتظرونا.